يا جماعة الإسلام نهى الرجل ونهى المرأة أنه تعصي زوجها، ونهى المرأة أنه تتعطر وتتبرج بالشارع، ونهى المرأة أنه تصوم صيام تطوع إذا زوجها موجود إلا بإذنه، ونهى المرأة عن السفر بغير محرم، ونهى المرأة أنه تتشبه بالرجال، ونهى المرأة أنه تنظر إلى الرجال، ونهى المرأة عن الامتناع عن فراش الزوجية، ونهى المرأة عن الوشم وعن النمص، ونهى المرأة عن اللطم عن الميت والنياحة، ونهى المرأة أنه تحد على الميت فوق 3 أيام إلا إذا كان زوجها 4 أشهر و10 أيام، نهى المرأة أنه تفتح وتغري الشباب، ونهى الرجل كمان أنه يخطف فوق خطبة أخوه المسلم، ونهى الرجل أن يجمع بين الزوجة وأختها أو خالتها أو عمتها، ونهى الرجل عن حلق اللحية أو التشبه بالنساء، ونهى الرجل عن ظلم الزوجة، استوصوا بالنساء خيرا، ونهى الرجل عن التخلف عن الجمع والجماعات، ونهى الرجل أنه يلبس ويجر الثوب للخيلاء والتكبر، ونهى الرجل عن حلاقة القزع، ونهى الرجل عن الدخول للنساء، ونهى الرجل عن المسجد إذا أكل ثوم وبصل، ونهى الرجل عن اتيان المرأة في الحيض أو بالدبر، ونهى الرجل أن يدخل فجأة على زوجته إذا كان جاي من السفر، الواجب أنه يستأذن، ونهى الإسلام الزوجين عن الخيانة وظلم الأولاد وقطيعة الرحم ومصافحة اللي محرمين عليك تصافحون، ونهى الزوجين عن إفشاء سر الزوجية. هذا والله أعلم. سلام عليكم.